أن رجلا فقيرا كان يجمع الحجارة من الشارع ثم يقوم بإدخالها إلى المنزل. واستمر الرجل في جمع الحجارة لفترة طويلة، وكان الناس تراه اليوم وهو على هذه الحالة يجمع الحجارة منذ طلوع الشمس وحتى مغربها. فتعجب الجميع من أمر هذا الرجل، وكان البعض يتساءل لماذا يقوم بجمع الحجارة وماذا يريد بها. وكان بعض الجيران يظن بأنه قد فقد عقله وأصبح مهووسا في جمع الحجارة غير المفيدة، فقرر أهل القرية أن يسألونه عن سبب جمع الحجارة وما حاجته بها. فسألوه عن السبب فقال لهما أني أحب جمع الحجارة، فاتركوني وشأني واتركوا شؤون الخلق للخالق. لقد كان رده مليئة بالهموم والتعب. ثم اجتمع كل رجال القرية وأصروا أن يعرفوا ما وراء هذا السر الذي يخفيه ذلك الرجل وما الهدف من جمع الحجارة. فذهب الجميع إلى منزله ليلا وطلبوا منه أن يخبرهم ما القصة وما الهدف من جمع الحجارة، ولكن هذه المرة كان مضايق جدا فرد قائلا لا علاقة لكم بي، أفعل ما أريده، دعوني ورحل من أمام منزلي ولا تعودا ثانية. فاشتعلوا ضيقا من تصرفاته، ثم ذهبوا واشتكوا إلى حاكم القرية فأخبروه بالقصة. فقال لهما سوف نذهب إليه غدا ونرى ما قصته، وإذا لم يخبرنا عن الحقيقة سوف نهجم إلى منزله ونعرف الحقيقة بأنفسنا. وفي الصباح اجتمع الجميع وحضر معهم حاكم القرية، ثم ذهبوا إلى الرجل فطرقوا الباب فقابلهم الرجل فقال ماذا تريدون؟ ألم يكفيكم ما فعلته بكم الأمس؟ أجاب الحاكم أذا لم تخبرنا ما قصة الحجارة سوف ندخل إلى داخل منزلك ونعرف بأنفسنا. نظر الرجل بنظرة الحزن والبكاء وكأنه يقول هل أنت أيضا سيدي الحاكم تريد كشف المستور وتفضح ما أخفيته؟ فأمر الحاكم من الجميع بالدخول غصبا عنه، فدخلوا ولكن لم يعرفوا ماذا كان يفعل بالحجارة. فقال الرجل دام أنكم مصرون تعرفون ما السر سوف أخبركم. فقال لهما لقد تدمر حمام المنزل وأصبحنا دون حمام ولا أملك المال لإعادة بنائه، فقررت أن أبني حمام من الحجارة وأستر بها عوراتنا عند قضاء حاجتنا. ثم قال الرجل وهو يبكي لماذا أنتم تحبون كشف المستور؟ هل تريدون الحقيقة؟ ها هي الحقيقة. ثم نظر إلى الحاكم وقال له شكرا جزيلا لك سيدي الحاكم، لقد جعلتني أشعر بالفقر أمام الجميع، ولكن أنقذ الحاكم الموقف فورا وأمر من كل شخص أن يتبرع بالمال للرجل لبناء حمام جديد كعقوبة على إزعاجه. يحكى أن رجلا فقيرا كان يجمع الحجارة.